شايف ايه بيربطنا ببعض؟ انا مش شايفاه، ده انا لسه بحاول اعالج نفسي من اللي انا فيه، ومفيش حد اتعالج من حد وهو معاك. ما تكونش نسيت احساس جواي، ما عذبتوش ولا اتعلمت طريقة جرح جايبها وجاي. انا حاسه ان انا متفاجئة بواحد ما اعرفهوش، هو انت تفضل متحمل نفسك دي ازاي؟ بتحكي فيه وجاي لك نفسي تتكلم، مجرحك فيا ومعلم، وانت ما تتأسف هخف وبطل اتقلم. احبك ليه او اتحمل اذاكي يعني؟ احبك ليه عشان فوق وجعي توجعني واموت من زعل على نفسي؟ وحبك مش هينفع. خايفة من الجاي، انا كان همي عليك اكتر وافضل سندك، كان همك بس انك تعرف تطفيني ازاي. بتحكي فيه وجاي لك نفسي تتكلم، بتحكي فيه مجرحك فيا ومعلم، وانت ما تتأسف اخف وبطل. احبك